بالأستاذ نقيب سامح عاشور، نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبنرحب بكافة السادة أعضاء مجلس النقابة العامة اللي تم ذكر اسمهم جميعا، بنرحب فيهم في نقابة الفيوم وفي الفيوم. وفي هذه المناسبة بنهني الأخوة الأقباط بعيد الميلاد السيد المسيح. السيد النقيب في لقاء مع المحامين هيطرح عليهم ما تم من إنجازات خلال هذه الدورة، سواء مع احترام الحركة على أساس تعديل القانون وما تم فيه من ضمانات، خاصة المادة 50 و51، وما تم من أكاديمية للمحاماة في 2021 قبل الدخول لرقابة المحامين، فضلا عن كل التساؤلات التي في أنفسكم سيرد عليها النقيب تباعا. وهي حضرتك جميع الأسئلة ديت مع احترامي مطروحة على النقيب في كذا لقاء، وإن شاء الله رب العالمين هيبقى فيها رد كافي ووافي لسيادتكم. فنستمع لكلمة السيد النقيب سامح بيه عاشور، نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد محامين العرب.